السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا جبت من عند الجزار طحال، وجبت كمان 2 كيلو ممبار. أول حاجة هعملها عشان أنظف الممبار، هجيب سلكة نظيفة وهحطها علشان الحاجات اللي هتطلع من تنظيف الممبار ما تسدش الحوض بتاعي وتبدأ تتراكم على السلكة من بره. بعد كده هجيب سكينة وهبدأ ان انا اشيل جزء من الدهون اللي على الممبار من بره، مش هشيلها كلها، لازم اخلي فيها جزء علشان انا هقلبه، وبحب ان هو الدهون دي بتطلع في طعم الخلطة فبتبقى طعمها كويس جدا. بعد ما هشيل الحاجات دي زي ما احنا شايفين، هنبدأ ان احنا نقسم بالسكينة او بمقص زي ما انت حابة. هبدأ اقلب بحركة بسيطة جدا، شايفين انا بعمل ايه؟ بصوابع الاتنين، وبعد كده المية بتسهل قلب الممبار بطريقة سهلة جدا وسريعة. شايفين دي طريقة سهلة جدا. تنظيف الممبار يا جماعة افضل تنظيف ليه، لا تقولوا لي بيكنج باودر ولا تقولوا لي بيكربوناته، لا، افضل حاجة الطريقة العادية بتاعت امهاتنا بتاعت زمان، ان تستخدمي السكينة دي بتتخلص من كل الحاجات الشوائب اللي بتبقى فيها. كمان والمادة اللزجة دي بتطلع بسهولة، شايفين طالعة ازاي، طالعه بكل سهوله. على فكره يا جماعه انا عامله نظام في الفيديو اللي هو التسريع، لكن انا مش بعمل بسرعه، انا بعمل بالراحه بس علشان وقت الفيديو. طبعا بتطلع معايا زي الفل. هعمل معاكو تاني واحده برضو هنقلبها سوا. هحط ايديا الاثنين، صابع الاثنين، وهبدا ان انا اقلبها تحت الميه. بعد ما هقلبها تحت الميه يا جماعه هتبقى خلاص اتسهلت معايا في طريقة الكحت، كحت الحاجات اللي هي فيها دي. هبدأ ان انا اتخلص منها تماما. طريقة سهلة جدا، انا جربت البيكربوناتو وجربت البيكنج باودر. ما تغناش برضو عن استخدام السكينة وطريقة الكحت دي، وطريقة سهلة جدا وبسيطة وبإذن الله تعجبك. وبصي هيطلع معاك الممبار زي بصي شبه البافتة البيضة كده، مفهوش اي حاجات مادة لزجة ولا اي حاجة. انا هو يدوبك هغسله بمية بس، وشايفين شكله الفرق بين الاتنين، شكله تحفة جدا. انا انتهيت خلاص من تنظيف الممبار كمية اللي معايا كلها، هبدأ ان انا اغسل الحوض بتاعي علشان ابدأ اغسل الممبار الطحال. معلش، ادي السلكه دي اتركمت عليها الحاجات اللي كانت هتسد الحوض. بعد كده ده الممبار معايا، هحط عليه معلقتين دقيق شامي وهحط عليه ملح وخل واسيبه ربع ساعه. ربع ساعه يا جماعه، بعد ربع ساعه تشطفيه وتغسليه وخلاص. ادي الطحال معايا، انا هبدأ ان انا اغسله برضو دقيق شامي. دقيق الشامي ده يا جماعة بيقضي على الزفارة هو والخل، ولو حطيتي حبة سكر برضو معاهم بيقضي على الزفارة وبيقضي على اي ريحة. طبعا الحاجات اللي هي بتبقى في الكرشة والبطن والكلام ده، طبعا بيبقى عادة بيبقى فيها ريحة كده. الحاجات اللي انا بغسلها بيها دي بتقضي على كل الروائح. شايفين انا بغسلها ازاي، غسلتهم اول مرة. انا يا جماعة بسرع الفيديو، عامله زي اوبشن كده تسريع، لكن انا في العادي كان الفيديو ده مدته نص ساعه، بس انا حبيت ان انا اقصره علشان اقدر ان انا افيدكم وتقدروا ان انتوا ما تزهقوش مني، وعلشان اكون ضيفه خفيفه برضو عليكم. طريقه سهله جدا وبسيطه. اي حاجه يا جماعه بلاش ناكل بره علشان الفيروسات، علشان فيروس الكبدي طبعا ده مرض لعين، فلازم ان احنا نحافظ على نفسنا وصحتنا وصحة اولادنا واجوازنا، ونعمل كل الاكل بتاعنا في البيت. هنعمل النهاردة الطحال ولا اجدحها مصمت، وبطريقة سهلة وبسيطة وبإذن الله تعجبكم جدا جدا. كده المية رايقة معايا زي الفل. هرجع للطحال بتاعي بعد ربع ساعة، هبدأ ان انا اشطفه كويس جدا. بعد ما هشطفه يا جماعة هحطه في مصفى يتصفى، وممكن اغسله تاني عادي جدا. انا هغسله تاني بخلي بس،
وبعد كده هحطه في مصفى يتصفى من الميه. بعد كده يا جماعه انا هنا الممبار بتاع الكميه اللي معايا، طبعا انا حطها هحط عليها خل، وهبدا ان انا اغسلها كويس بالميه، اشطفها، ده اخر حاجه يعني. وبعد كده هصفيها في المصفى بتاعتي. الممبار ابيض معايا وزي الفل، والماده اللزجه اللي هي بتبقى فيه دي مش موجوده نهائي نهائي. طريقه سهله جدا وبسيطه، اتمنى ان انتوا تجربوها. انا جربت البيكنج باودر وجربت البيكربونات، ولكن ما بيغنيش عن الكحت. اول حاجه تكحتي بالسكينه، الطريقه البدائيه بتاعت زمان دي افضل طريقه بصراحه. واهو بعد ما صفيته خالص، معايا ميه سخنه غلت، حطيت فيها ورق لورق، وبعد كده الممبار اتسلق معايا، وهبدا ان انا اشيل الجلده اللي عليه دي كلها علشان ما يبقاش مدي عرق كده وانت بتاكليه، لازم ان احنا نشيله كويس، بس هو سخن شوية. طبعا هتبهريه وتحطي طماطم وهتحطي بصل في مية السلق بتاعته، ما ينفعش ان انت تحطي السكينة فيه علشان هو كله دم، ف هيتصفى يعني. هبدأ ان انا اعمله زي ما انتوا بتشوفوا كده، الحاجات الزايدة اللي فيه انا بشيلها الجلد ده علشان هبدأ ان انا اقطعه. دي طريقة سهلة جدا وبسيطة وجميلة برضو في نفس الوقت. هبدأ ان انا اقطعه، هتقطعيه زي ما انت حابة، ممكن تقطعيه كده زي ما هتشوفوا معايا، لكن انا هقطعه قطع صغيرة، يعني ممكن يتقطع قطع صغيرة وممكن تقطعي كبير على حسب ما انت حابة. طريقة سهلة بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله هتعجبك. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. بعد كده هيبقى معانا توم مفروم، أنا فرمته في الهون علشان محبتش إن أنا أشغل مفرمة على حاجة بسيطة وقليلة. حطيت التوم في الطاسة تشوح، بعد كده نزلت عليه بالطحال وهبدأ إن أنا أقلب أقلب. ممكن تقطعي قرن فلفل عليه كده حراق، لكن أنا عشان معايا أطفال طبعا ما ينفعش. شايفين منظر البوتاجاز طبعا علشان انا عملت عليه الطحال، ف الميه غلت والدهون نزلت على البوتاجاز، بس انا عاده بعد كل اكله وبعد كل وجبه انا بعملها على البوتاجاز لازم اغسله كويس جدا. طبعا هملحه واحط له حبه فلفل اسود بسيطه جدا، لكن ما تحطلوش اي بهارات عشان ما يضيعش طعمه. وهبدا اشوحه، وبعد كده هسيبه على النار شويه. انا طبعا حطيت معلقه سمنه بلدي، ما عندكيش سمنه بلدي حطي معلقه زيت عادي. وهبدا ان انا اشوح فيهم بالسمنه البلدي والتومه اللي انا حطيتها، وهبدا اقلب زي ما احنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا علشان عملت الطحال فالميه اتلطخت فيه، وبكده يكون معايا الطحال جاهز خالص على الاكل. حطيت حبه ميه بس علشان يشرب من التتبيله اللي انا حطيتها له، الفلفل الاسود مع التومه. وبعد كده هيبقى معايا زي الفل، يبقى جاهز خالص للاكل. وبكده نكون انتهينا من الطحال، وهنشوف شكله بعد ما طلعته وحطيته في طبق. شايفين شكله طبعا مرمل كده وشكله ناعم وجميل، بألف هنا وشفا.